هل مهم أن الواحد يكون في ممرض أو دكتور في المدرسة؟ مفروض يكون، لأنه في حوادث المدرسة كثيرة وممكن يصير إصابات، فالمفروض يعني يحطوا حد. ولد عندنا في المدرسة رفع رجوله وجزمته دبابيس، خبط واحد في عينه، يعني الأستاذ قال له كم دقيقة؟ قال له 4. واحد طاحت عليه حديدة العلم وانشق دماغ. يا عيادة ودوه عند المستشفى على طول. فأنت إيش تبغى؟ عيادة يا أستاذ، أحسن شيء على قل دكتور بالقليل، بس يفضل دكتورين على قل ممر على قل ممر. هل في عيادة هنا؟ هنا بجو في عيادة بس ما فيها أدوية وما في حتى الجراحة. طيب فلما واحد يتعور هنا بياخدوه مستشفى برا ولا إيه؟ أيوة. طيب إيش رأيكم نسوي عيادة في المدرسة؟ يجيبوا دكتور؟ أيوة. شوف حسب إيش اسمك؟ عبد العزيز. قاعد تخطط معنا أنت عبد العزيز. أيوة، عيادة بدون دكتور ما حنستفيد. طبعا مجمع النور ما كان في عيادة ولا ممرض، فدرسنا الموضوع. صباح الخير. طبعا دكتور وليد فتحي غني عن التعريف، شاركنا مع الدكتور وليد فتاحي والمركز الطبي الدولي لاستحداث عيادة طبية مجهزة بالكامل في مجمع النور. فدرسنا الموضوع، دخلنا المدرسة، كان في مبنى مستخدم مستودع موجود في مدخل المدرسة. وجدنا أنه الغرفة دي أنسب لأسباب كثيرة، منها الموقع وهو قربه للملاعب واللي هي أكثر مكان يمكن فيه يصير في عرضة للإصابات. رقم 2 شايف برع إضاءة طبيعية. رقم 3 الإشراف كذلك على الطلبة وهم بيلعبوا وقدرة المشرف أنه يشوفهم، فهذا المكان هو موقع المناسب. أجمعنا أنه المبنى الخارجي أفضل، فالمفروض العيادة تكون في مكان الحدث، فاخترنا هذا المبنى. فمن الأمور يعني اللي ما كان مخطط لها، عبد الإله أحد الكشافة معنا في المدرسة وإحنا قاعدين نخطط ونتحدث، هو جاب فكرة. حين أنا أقول أنه لما تصير غرفة يعني إسعافات أولية لازم نكسر زي مكان من هنا ونخليه باب مدخل يكون منفصل. إذا واحد مثلا أقرب يعني يتعور من هنا ولا شيء، على طول نفتح الباب هذا وندخله على طول. فكرة جميلة، قال له الدكتور وليد ندرسها إن شاء الله، إذا كانت كويسة نقوم بها. وفعلا درسوها ووجدوا أنه الباب هنا استراتيجي، فقمنا به. فكلام عبد الإله أخذ في الاعتبار، جزاه الله خير. وهذا دليل أنه أولاد حتى الابتدائي إذا أعطيناهم فرصة أن يشاركوا معنا قد يكون لهم وعندهم أفكار تنفذ وتطبق. من ضمن الإبداعات والحلول الشزملار اللي في هذا الموسم فيما يتعلق بالرعاية الصحية، حل موجود في أبوظبي. مدارس أبوظبي استحدثوا الآن نظام عمل عيادات. العيادة المتنقلة، الله الله الله، هذه كرفان، هذه خدمات متكاملة. الطالب ما يحتاج يروح أي مكان، الخدمة تجي أهلين عنده في المدرسة. بدينا هالسنة هذه أساساً إن إحنا نغطي الأمراض مثل ما قلنا ممكن راح تعيق الطالب سواء. كم تجلس يعني السيارة في المدرسة؟ تقريباً من 3 أيام إلى 4 أيام، يعتمد على حسب العدد. فتجلس 3 أيام 4 تخلص كل الطلبة؟ كل الطلبة في المرحلة الأولى والخامسة. بعدين تنتقل المدرسة اللي بعدها. طيب. هل بتعدي على كل المدارس هي ولا؟ كل المدارس. كل المدارس. كل المدارس في إمارة أبو ظبي. كل مدارس إمارة أبو ظبي تقدم لهم هذه الخدمة مجانا. مجانا. طيب ندخل أول إحنا. يلا. يا سلام يا سلام، هذا هنا الريسبشن يعني؟ هذا الريسبشن، استقبال حق العيادة. يعني الأوراق تخلص داخل في المدرسة، الأشياء الأساسية اللي هي وزن ما وزن والحرارة ما حرارة، يدخل هنا في طالب يدخل على المريض للفحوصات. هذه غرفة الطبيب. سلام ورحمة الله. تكون عن طريق كيف الحال؟ كل الأدوات السمعية الحرارة ومكيف. وهذه غرفة سحب الدم، هنا مستقبلا اذا الطالب يحتاج حتى ياخذ صوره سواء على فكه على صدره على اي شيء. اشعه مختبر تقريبا. هذا عياده الاسنان. اهلا
البرنامج هو تنظيف الاسنان. وحيسووا له دحين تنظيف اسنان؟ هذا راح يسووا له فحص كامل مع تنظيف الاسنان. راح يشوفوا اذا في تسوس كمان واذا في شيء. بالضبط. ايش اسمك؟ بيان. بيان ما شاء الله بيان. انا بضيفوا لك اسنانك كلها بالكامل. عمرك عملت عملية تنظيف اسنان؟ يا دو وات يو يوجولي دو. يلا انطلق. وجدنا ايضا من ضمن الابداعات انه مش بس عيادات عامه، يعني وجدنا في احدى المدارس في كوبنهاغن عياده اسنان، اسنان في قلب المدرسه. احنا امام مدرسه اخرى في الدنمارك. دان كلينيك. دان كلينيك. يا سلام، هذا كله بس عشان الاسنان. The dentistry for the school. Yeah. Only teeth. Yeah. Only teeth. Yeah. Only teeth. Hi. Yeah. What's your name? Wissam. Wissam. كلام عربي. ما شاء الله. جيت هنا قبل كده ولا أول مرة؟ بيجي كتير هنا. بتيجي كتير هنا. وهذا ببلاش ولا بتدفع فلوس؟ لا بلاش هنا. احنا ما زلنا في نفس ما نعرف نسميها دي عياده ولا مستوصف اسنان ولا ما زلنا في نفس المدرسه يعني. Hi, how are you? I'm sorry we brought some cameras when we're here. Can we ask you a quick question? Now, is he a student or are they students here or what's the situation here? No, he's a little bit member of our group here. Yeah. It goes from 0 to 18 years old. Okay. From 0 to 18. Even if they're not in the school? Yes. You're serving the whole community? Yeah. Yes, we are. Wish you the best. I wish him the best. Salamat, salamat. طلعوا الإخوان في المدرسة، المستوصف حق المدرسة بيعالج مش فقط طلاب المدرسة، بيعالج سكان الحي. لا تعلم. تعرف ايش حيسووا لكم هنا ولا ما تعرف لسه؟ يلا قولوا لنا ايش حيسووا؟ فحص الدم. فحص الدم. والسمع. والسمع. فحص الاسنان. والعمود الفقري. والانحناء العمود الفقري. حيسووا لهم فحص انحناء العمود الفقري. الصحه تؤثر على التحصيل. فهذه الربطه استوعبتوها انتم في الامارات. الحين هذا كله مجانا؟ هذا كله مجانا. اكيد؟ نعم. اخر كلام؟ اكيد. ما معكم فلوس؟ دفعتوا فلوس ولا ما دفعتوا فلوس؟ من وين؟ ما اعرف، يمكن عندك ريالين، اخذوا منك ريالين ولا ثلاثة ولا شيء؟ لا ما اخذوا ببلاش يعني؟ ايوه. أية أحلى، تروحوا للعيادة بنفسكم ولا العيادة تجيكم؟ العيادة تجينا. ليش؟ عشان ايش؟ عشان أسرع، عشان الباركينج أسرع. عشان الباركينج. ونروح أسرع ويكون زحمة، لازم مواعيد. هذا فين؟ أسرع. في العيادة. في المستشفى. في المستشفى أيوه، بس هنا ايش؟ هني أحسن والباصين. على طول كذا من الفصل للعيادة. من العيادة؟ للفصل. يا سلام، الحمد لله. حاطين حوض وحطوا مكيف، أو ما شاء الله غيروا السقف ودهنوا الحيط، أظن بلطوا كمان، هذا الأرض الأرضية من جديدة. شوفوا أيضا كنا في مدينة العين، أيضا يثبت أهمية العيادة الطبية، يعني كنا في زيارة عادية في المدرسة، فجأة ما سمعنا أنه في ولد يعني مصاب كان، اتعور الظهر طاح، أخذوه على العيادة الطبية اللي موجودة في المدرسة وعالجوه. للأسف الشديد انصاب واحد اليوم، أنا كنت قاعد يدخل شي اتجه. أجانا خبر أنه في واحد أصيب، فحنروح لعادة العيادة المدرسية، هنا طبعا في عيادة، كل المدارس في أبو ظبي فيها عيادات مدرسية. ايش صار طاح ولا
في الصف. في الصف؟ كي جيت وكذا. وش سويتي له؟ حطيت له ايس ونشوف الحراره نتاعو. شاطر انت شاطر. أستاذة خيرية، أنت دائما هنا ولا تتنقلي بين المدارس؟ لا لا لا، دوام رسمي. دوام رسمي؟ السلام عليكم، كيفك؟ ايش اسمه؟ اسمه زيد. زيد ولا زايد؟ زايد. زايد، فين طحت؟ الفصل؟ كنت قاعد تلعب؟ يعني ايش كنت قاعد تسوي؟ العب رياضة. كنت تلعب رياضة؟ وبعدين؟ طحت. يلا الحمد لله ما جات على عينك. لو جات على عينك كنت مره تعورت. الحمد لله جات هنا، هذه خلاص تروح بعد شويه، صح يا دكتوره؟ ما تطول ان شاء الله. هذا الاهتمام اللي نبغى نشوفه في الاهتمام بصحه الاولاد، لانه دول هم جيل المستقبل. توفر لهم رعايه وصحه وجسد سليم، يطلعوا يبنوا لك البلد. يطلع عندهم امراض مستعصيه واعاقات واسنان مسوسه، كيف حيبنوا بلد وكيف حيعمروا؟ وايضا يطلع عندهم وطنيه. بالمناسبه على سيره الوطنيه، نبغى نزود من وطنيه الشعوب، فلنوفر لهم هذه الخدمات من المدارس. حيطلع الولد حاسس انه زي ما يقولوا بالانجليزي هي تيكن كير اوف، يعني في احد مهتم فيه واحد قاعد يراعيه، فتنمو درجه الوطنيه. ثلاثمائة وخمسين طالب عندنا، ونحن حريصين جدا أن تكون البيئة آمنة وصحية للأطفال. يعني على طول نتابع كل شيء أول بأول، يوميا نلف نشوف مستوى الأمان، مستوى الهيلثي آند سيفتي في المدرسة. فمهما كان بغض النظر أن أهلهم حطوهم بعد أمانة عندنا، فلازم نحافظ على هالأمانة زي ما تكون، زي أكثر ما يكونون عند أهلهم وأطفال وعيالنا. نعم طبعا، هذا أهم شيء. هذا شيء جميل، ويعني نتمنى أنه كل مدرسة من مدارس العالم العربي بلا استثناء، لأنه الصحة والتعليم مرتبطين مع بعض. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. إن شاء الله كل مدرسة في تونس كمان تصير كذا. أهلا وسهلا، إيش اللي بدعاته؟ إن شاء الله، بسم الله، أهلا وسهلا. اللحظات الأخيرة لتثبيت اللوحة للعيادة الطبية. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. ايش رايك؟ ما شاء الله، اول كان غرفه مكسر، الان تحولت لعياده والواحد يشرفه انه يدرس فيها. يا سلام. الحمد لله، الطلبة كلهم عارفين هذه العيادة، في حالة أي واحد منهم صار له أي مشكلة قريبة، طبعا التجهيزات حقتها